ان شاء الله احنا هنتكلم النهارده على بوابه العمله المصريه وازاي المواطن يتاكد من البرنامج والشركه والسعر اللي هو دفعه في الشركه والفنادق اللي موجوده في كل مكه والمدينه. البوابة العمله المصريه بيخش عليها اي مواطن من على الانترنت عمره دوت اي جي هيلاقي استعلام، يخش على الاستعلام هيكتب رقم الجواز بتاعه او الرقم القومي، هيظهر له كل بياناته اللي موجودة على بوابة العمرة المصرية. هتبتدي من الاسم، رقم الجواز، تاريخ السفر، برنامجك 3 نجوم، 4 نجوم، 5 نجوم، الفندق اللي انت نازل فيه، ميعاد الفندق دخوله وخروجه، مكة او المدينة، الانتقالات امتى، رجوعك لمصر امتى، السعر اللي انت دافعه على البوابة ظاهر اللي هو ما تدفعش اكتر منه لده الرسمي. بنحميك من اي وسطاء او تحايل في الاسعار او ان تكون الفنادق اللي اتقالت لك مش صحيحة. الكلام ده هتظهره لك بوابة العمرة المصرية. بوابة العمرة المصرية هي نظام الكتروني يحمي المواطن والمعتمرين من التحايل وعدم المصداقية. وفي قانون للبوابة صدر في شهر 6 اللي فات، وفي عقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص في حالة إن البرنامج بتاعك أو الشركة اللي أنت طالع معاها ما نفذتش البرنامج اللي موجود على البوابة. الأساس إن بوابة العمرة المصرية هي نظام يحمل الضوابط وزارة السياحة المصرية وليس لها أي علاقة غير أنها سيستم يحمي المواطن. يتم تغذية السيستم من جانب وزارة السياحة والآثار بالضوابط المسموح بيها واللي موجودة في وزارة السياحة، ليس أكثر ولا أقل. اللي بيشتغل على بوابة العمرة المصرية شركات السياحة المصرية فقط، والقانون السعودي والمصري يعطي الحق لشركات السياحة فقط هي اللي بتنفذ برامج العمرة المصرية. وفي على بوابة العمرة المصرية في استعلام المواطنين في شات تقدر تتكلم وتسأل وهتلاقي دعم فني بيرد عليك في كل استفساراتك. هتلاقي على بوابة المواطنين دار الإفتاء المصرية في جميع الفتاوى اللي موجودة تخص الحج والعمرة، وإذا كان عندك فتوى عايز تسأل عليها تكتب الفتوى ويترد عليك من دار الإفتاء المصرية. وهتلاقي فيه دعم فني محتاج تسأل على أي حاجة وأي شركة معتمدة، وهل هي معتمدة أو مش معتمدة، موجودة على بوابة العمرة المصرية من ناحية المواطنين. فأنت علشان تختار شركة ممكن تفتح البوابة هتلاقي الشركات المعتمدة، تختار الشركة وهتلاقي شركات منزله البرامج بتاعتها على الويب سايت بتاعها، عجبتك تتفضل تحجز معاها اونلاين وتدفع اونلاين كمان ويجي لك الحاجه لغايه البيت كل شركه وخدماتها. وزي ما قلت تاني يا فندم، في دعم فني للبوابه لو حضرتك عايز تسال على اي حاجه. شكرا جزيلا